وكالة فرانس بريس قالت في تقرير لها إن ارتفاع حرارة الشواطئ يهدد مستقبل السلاحف البحرية بسبب نقص الذكور في محافظة المهرة نتيجة التغير المناخي، فمعظم صغر السلاحف في السنوات الأخيرة من الإناث بسبب ارتفاع درجات الحرارة وفق ما نقلته الوكالة عن حفيظ كيرشات وهو متطوع لحماية السلاحف البحرية من أهالي الغيضة. كيرشات أضاف في تصريحه للوكالة أن درجات الحرارة قد انخفضت مع اقتراب الخريف، مشيرا إلى أن التغير المناخي العالمي وامتداد الحر الشديد لفترات طويلة يفاقمان كل عام ظاهرة تناقص ذكور السلاحف. وبحسب ما أوردته الوكالة فإن الكثير من المناطق الساحلية في اليمن أثبتت أن نسبة الإناث مقارنة بالذكور تصل إلى أكثر من 90%، فيما تزداد التحذيرات من أن تراجع نسبة الذكور بشكل عام خلال الأعوام المقبلة يهدد بانقراض الذكور من السلاحف البحرية، في حين طرح خبراء دوليون فكرة وضع نوع من المظلات على الشواطئ لتبني فيها السلاحف أحشاشها لتأمين الحرارة المناسبة للبيض رغم صعوبتها في ظل الأوضاع في الفترة الحالية.